مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا بكم إلى الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج حيث الإنسان في موسمه الثاني. هذا البرنامج الإنساني التنموي والذي حاولنا ونحاول من خلاله إبراز قصص النجاح والكفاح التي يسطرها الكثير من اليمنيات واليمنيين وسط هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. أهلا ومرحبا بكم. المعنفات في اليمن عنوان من كلمتين، لكنه يختزل في طياته قصصا كثيرة وأوجاعا مختلفة. فالمرأة اليمنية الصابرة على تدهور الأوضاع المعيشية والقائمة بأغلب مهام الأسرة في المنزل يتلقى بعضهن تعنيفا لفظيا وشزديا قاهرا. هناك من تتحمل وتصمت وتواصل حياتها منكسرة ومقموعة، وهناك من ترفض هذا الواقع وتبحث لها عن نافذة للنور تفتح من خلالها بابا لمستقبل مختلف تكون فيه القادرة على تحمل مسؤولياتها كاملة. كانت لبرنامج حيث الإنسان زيارة لدار المعنفات في العاصمة المؤقتة عدن، وهناك وجدنا قصصا مؤلمة لنساء تعرضن لتعنيف وتهديد وقهر حقيقي مارسه ضدهن أقرب المقربين للأسف. وهناك أيضا وجدنا بابا يمكن فتحه أمام العديد من النساء اللاتي اتخذن قرار تغيير واقعهن المعنف. دعونا نشاهد ما الذي حدث في دار المعنفات بعدن. هنا مدينة عدن بتفاصيلها العتيقة وروحها المختلفة. صخب الحياة يزيل من أزقتها وأسواقها وشوارعها. ورغم اختلافها إلا أنها تشبه المدن اليمنية الأخرى، ففي كل مدينة يمنية وجع أحداثه مختلفة وأسبابه متشابهة. ورغم مقاومة الناس وشغفهم بالحياة ورغم الحركة والصخب، إلا أن هناك حياة أخرى موازية وثمة قهر يختبئ خلف الأسوار ويغلق عليه بإحكام حتى لا يصل صداه لجنبات المدينة. تشرق الشمس على يوم جديد وحكايا تدارى من ضوء الصباح. تحاول النساء في هذه المدينة أن يكن عوناً لشركائهن ككل نساء اليمن. للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في تلقي العنف فللنساء كل الحظ العاثر. أراد فريق البرنامج أن يقترب من منطقة محظورة في المجتمع ويستمع لحديث لا يخلو من خوف أو هروب، فالنساء في هذا البلد محكومات بعادات وتقاليد تحاصرهن أينما ذهبن. هنا وفي هذا المبنى قرابة 70 امرأة كانت أقدارهن متشابهة، فقد عشن وجعاً واحداً تختلف تفاصيله من امرأة لأخرى، قهر يسمى العنف، فكلهن معنفات من زوج أو أب أو أخ.
وجميعهم يختبئون خلف خيبات المجتمع ويحتمون بقانونه، وثقتهم أن لا أحد لهذه المعنفة سواه، فيستمر في إيذائه وكأنها ملك له. في قوانين كثيرة في عدن، والمشرع حدد قوانين وزي أحوال شخصية. في هناك قوانين لصالح المرأة، بس للأسف يعني في حريم وفي نساء مش عارفين عليها. مثلاً في قانون النفقة، في قانون حضانة، في قانون مسكن للحضانة، في كمان هناك قانون للرضاعة، في كثير قوانين لتحمي المرأة وتحمي الطفل من أي عنف. طبعاً أول شيء تبدأ تقيس الأخصائيات، يقسوا مع الحالة، نطلع نعطيها فترة لحد ما تثق فينا وتتكلم معنا، نشوف إيش هي المشكلة التي عانته وإيش السبب اللي خلاها يخرج. بعد كده نتواصل مع الأهل ونجلس معاهم. الجلسات ما تكونش في دار الإيواء نهائياً في المركز، تكون الجلسات في اتحاد نساء اليمن اللي هو الفرع الأساسي لنا. نقيس نبض العائلة، الأخوان المتعصبين أو العائلة كلها متعصبة، الأب متعصب، نعطيهم أكثر من موعد، يعني مش من موعد واحد نشوفهم. كمان في معانا راصدات تبحث كيف العائلة، كيف أسلوبه، إنه من صدقة تغيرت أو ما تغيرتش. بعد كده نعمل صلح بينهم الاثنين، نشوف إيش نقطة الاختلاف، إيش سبب المشكلة، وفي حضور الجهة التي جبنا من عند الإحالة تكون موجودة، نسلم الحالة لأهله أو لزوجه، حيث إنه نخلص من أول شيء من مسؤولية، وثاني شيء تكون الجهة اللي سلمنا تكون موجودة زي ما إدارة الأمن عدن أو الشرطة، إنه دي الحالة خلاص سلمت لأهله. في حال حصل لأي شيء بعد خروجه بالدار يعني بيعرفوا فين اللي دي هي، وكمان كأنه تقول قبصة أو تهديد للأهل إنه والله في شرطة موجودة وشافت إنكم استلمتوا بنتكم أو استلمت زوجتك، إنه ما يقدرش يتعدي عليها أو شيء. وحين تقاوم واحدة فستجد حتماً من يمد لها يد العون. هنا في دار الإيواء فكرته قائمة على توفير مكان آمن لأي سيدة تعنفت ورفضت استمرار ذلك العنف وقررت خوض تجربة جديدة رغم كل الأذى الذي سيلحق بها. طبعاً الخدمات اللي نقدمها دعم نفسي، وتقوم به هذه الأخصائية النفسية بحيث انها تجلس مع النزيله، بحيث انها يعني تبعد عنها الاثار السلبيه اللي كانت فيها او اي مؤثرات نتيجه ما تعرضت له من عنف، وتجي ايضا معنا الاجتماعيه بتقوم بالنصح والارشاد وحل اي مشكله وتعريفها بقوانين الدار وعمل لوائح عشان تلتزم بها، يعني برنامج يومي تلتزم فيه بقى النزيلة. ونجي على الدعم الصحي، نقوم بعمل فحوصات وتقديم لها كل يعني أي مرض يستقع بالنزيلة نعالجها من وإلى، وننتقل إلى بعدين معنا محامية الدار اللي هي تقوم بحل مشكلة هذه فيما بعد ما نأهله ونغير سلوكياته، نحل نستدعي طبعاً أولياء أمورها أو الزوج ونحل المشكلة معهم، ثم نعودها إلى البيت وتتم متابعة من قبلنا للنزيلة نفسها بعد حتى خروجها من عندنا. في هذه الدار العديد من الأقسام التي خصصت لأجل المرأة المعنفة ولدعمها النفسي والقانوني وإعادة دمجها في المجتمع مرة أخرى. الدار مكون من عدة فرق، أولاً أنا مديرة الدار، إضافة إلى توجد معنا محامية الدار وأخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية ومشرفة ليلية وعاملة نظافة، بالإضافة إلى يعني مديرة الحالة على مستوى المحافظة وهي تعتبر مسؤولة علينا، بالإضافة إلى الإشراف تشرف علينا الأستاذة فاطمة مريسين اللي هي رئيسة اتحاد نساء اليمن محافظة عدن. لابد من لحظة حاسمة تصرخ فيها المرأة المعنفة رغم ضعفها وانكسارها وخوفها بكلمة كفى، وتقرر أن تغير مجرى حياتها وألا تقف صامتة حيال ما تتعرض له.
هنا يتم الاستماع للمعنفة لتشرح ما الذي أصابها. تحيد هذه الجدران بالكثير من الدموع ومرارة القهر، وهن يصفن ما الذي تعرضن له. ولكننا لن نتمكن هذه المرة من الاستماع لأحد. كانت المحاذير من الظهور أمام كاميرا حيث الإنسان كبيرة ولها أسبابها، فرغم أن الدار كان ملاذاً آمناً لهن من قسوة الأهل والحياة، لكنها لم تكن كافية، فلا يزال الرعب يحيط بقدرهن، ولا يزال بإمكان يد القهر أن تطال تلك المساحة الصغيرة من الأمان. ذلك الأمر حال دون حضورهن أمام عدسة الكاميرا. فريق البرنامج احترم رغبتهن، فلا يمكن لحيث الإنسان أن يكون مصدر أذى. تقدمت دار لفريق حيث الإنسان بمشروع تنموي تستفيد منه 40 امرأة في هذا العام، وسيظل مشروعاً تنموياً بالقدرة ذاتها في كل عام. إحنا ينقصنا دور ثاني، لأنه أحياناً يزداد العدد، ينقصنا كمان يعني لما تخرج النزيلة أني وأدربها على بعض برامج أشتي لها العدة، عشان يعني لما تخرج ما تلاقيش أي عرقلة ولا أي صعوبات، تبدأ بالعمل رأساً وتطبق كل ما أخذته في الدار عندنا. يمكن لهؤلاء النسوة أن يشعرن أن المجتمع ليس كله ظالماً، ولا الأيام جميعها مظلمة، فهناك من يعرف تماماً قيمة المرأة وقدرها، خاصة المرأة اليمنية الصابرة على كل الظروف والقادرة على احتواء مشاكلها والقوية الملهمة لغيرها. وللمشروع قيمته المادية أيضاً، إذ ستتخلص المرأة من شعور كونها عبئاً وعالة إلى شعور المرأة المنتجة والمحققة لربحها الخاص. قدم حيث الإنسان مشغلاً للخياطة والحياكة يشمل 15 ماكينة خياطة حديثة مع مستلزماتها، وثلاث مكائن حياكة نسيج وأقمشة متنوعة، بالإضافة إلى تجهيز قاعة التدريب لتكون مؤهلة للعمل والإنتاج. ما بين مكاين الخياطة والطاولات والأقمشة الملونة ستزهر حياة هؤلاء، حتى وإن احتجبن ستخرج أعمالهن ومنتجاتهن إلى الحياة
على أمل أن تعود لهن بالاستقلال والاستقرار معاً، فأيديهن التي تعمل ستهديهن سواء الحرية ولا حرية دون تمكين، ولهذا جاء حيث الإنسان. ستلون حياتهن الرمادية، وسيكون لصوت المكائن هدير مختلف في أرواحهن. فالمرأة حين تنتج تبدع، وحين تقدر حق قدرها تكون داراً وسكناً وملاذاً آمناً من عواصف الدهر. قيل متى استوعبتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كانت وما زالت الأم رمزا لحرية وكرامة المجتمعات. ترى كيف يبدو ذلك الصنف من الرجال من اغتر بنفسه وامتد أذاه لامرأة هي غالبا أخته أو ابنته أو شريكة حياته، ليأتي جيل آخر يرى الانتهاكات ضد المرأة أمرا عاديا لا تتوقف عنده الحياة. هذا ما يسمى بدائرة العنف المغلقة، وهي جزء من مشاكلنا الكبيرة، ولكنها هذه المرة صنعت للأسف بأيدي بعض الذكور. نتمنى أن تنحسر دائرة العنف في مجتمعنا لينعم الجميع رجالا ونساء بالحرية والإسناد القانوني اللازم للدفاع عن أنفسهم وخياراتهم. قصة اليوم كما تابعتم كانت من دار المعنفات في عدن، وستكون تفاصيل المسابقة عن هذه القصة. ما عليكم سوى الاتصال والمشاركة معنا الآن على الهواء مباشرة على الأرقام الموجودة على الشاشة، بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا. لدينا اتصال. ألو، ألو، السلام عليكم. طيب، في سؤال من الأخ حسن الرحبي يقول: ليش المشاريع ما تقام في ريمة والحديدة والمحويت وحجة وذمار وإب والبيضة؟ للأسف لأنه لا توجد دولة في هذه المحافظات، توجد ميليشيات منعتنا، وهناك صعوبات ربما من التواجد، وهناك خوف من بعض الناس تقدم لهم مشاريع في هذه المحافظات لأنه لا توجد دولة في هذه المناطق. بل نحن حريصين أكثر أن نتواجد في هذه المناطق أكثر، لأن هناك احتياج كبير، نريد أن نسند الناس ونساعدهم في هذه المناطق، لكن للأسف لا يوجد أي تجاوب. وأتمنى أن تكون هذه الإجابة واضحة، وهذا ما يتحدث به القائمين على برنامج حيث الإنسان مرارا وتكرارا. نحن نريد أن نتواجد في هذه المحافظات، لكن للأسف هناك صعوبة وهناك منع، يعني مع أنه العمل إنساني بعيدا عن أي شيء، ولا هدف أن نتواجد في الحديدة وريمة وأوصاب وذمار والبيضاء وحجة وكل محافظات ومدن ومناطق وقرى اليمن سوى لإسناد ودعم الناس، فقط هذا الهدف. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخواتم المباركة على الجميع. من معي؟ معك صدام العميسي. صدام العميسي، من فين يا صدام؟ من محافظة إب.
من إب. سؤالك يا صدام، ما اسم الدار الذي زاره فريق حيث الإنسان في عدن؟ إيش اسم الدار؟ اسم الدار المركز إيش اسمه؟ دار المعنفات اتحاد نساء اليمن. أيوة، مركز التأهيل ليش؟ تأهيل اتحاد نساء اليمن. إجابة صحيحة، مركز التأهيل النسوي. مبروك لك يا صدام، 50,000 إجابتك صحيحة. شكراً لك يا أستاذ سامي، شكراً. تتابعنا دائماً يا صدام؟ أيوة، ذي نتابعكم يا أخي سامي واصل. حياك يا صدام، شكراً جزيلاً لك ولكل مشاهدينا في إب. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ومن وعليكم السلام، من معنا؟ أم أحمد من أبيان. أم أحمد من أبيان، حياك يا أم أحمد. تابع البرنامج دائما أم أحمد؟ أيوة أتابع البرنامج. تابعتي قصة اليوم؟ تابعتها من نص، إن كانت الكهرباء طافية يعني قلت الكهرباء وقد نص الحلقة. يعني تابعت أنت من النص اللي الأخير؟ أيوة، من نص عند المكاين وكذا. طيب بسألك، ما دام تابعتي من النص الأخير بسألك السؤال السادس، كم عدد مكاين الخياطة التي قدمت في المشروع؟ 15 مكينة وثلاث مكاين حياكة. طيب هذا كالثلاث، خليها لنا بعدين يعني من سؤال ثاني. 15 مكينة إجابة صحيحة، مبروك لك 15,000. أم أحمد يلا مبروك، وشكرا لكم وعيد مبارك، كل عام بخير. طيب أنت مركز، أنا قلت لك 15,000 بس. إيش قلت لك؟ مبروك 15,000. مش مشكلة، أي شيء مقبول. لا 50,000 بس، أنا كنت أشمزح معك. يلا الله يخليك تسلم، وعيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. 50,000 وعيد مبارك وخواتم مبارك على الجميع إن شاء الله. يلا على السلامة. مع السلامة. اتصال آخر. أنا يعني الذي معنا في البث المباشر بيجابوا ويتفاعلوا وإجاباتهم صحيحة، شكرا لهم. طيب نروح مباشرة للقرعة ونختار أول فائز معنا. أول الفائزين، سؤال أمس كان يقول كم عدد المكائن التي قدمت لأسرة أم محمد، وكان الاختيار الصحيح رقم 2 4 مكائن. وصلتنا 59,263 رسالة كما تتابعوا على الشاشة، عدد الإجابات الصحيحة 47,270. سنختار ثلاثة فائزين، وأول فائزين معنا، بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 77168588. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 77168588. مبروك لأول الفائزين وجائزتك 50,000 ريال. تمام، لدينا اتصال. ألو. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك عاصم محمد حمود. من؟ عاصم محمد حمود. عاصم محمد حمود، من فين يا عاصم؟ من إب. من إب، حياك يا عاصم. تابعت قصة اليوم؟ والله يعني شهر سنة كان في ذلك، طب ما خمسة وتسعين في دفع الشافة بس. أنا ما افتهم ليش اشكلت. الكهرباء طافي. الله يحييك. يعني أيوه. طيب السؤال يا عاصم، السؤال كم عدد النساء في دار المعنفات؟ كم عددهن؟ طب كم عدد النساء؟ أربعين زائد ناقص 40. لا 40، لا غلط، 40. كم؟ طيب أساعدك، 40 غلط. أغير لك السؤال. الناس كلهم يقولوا 40 في البث المباشر. يا أسامة 40 ولا؟ تمام. طيب 40 غلط. يا عاصم. طيب أسألك سؤال ثاني، ما الدعم الذي يقدمه الدار للمرأة المعنفة؟ إيش الدعم اللي يقدمه الدار؟ دار المعنفات بيقدم للنساء دعم، إيش الدعم هذا؟ ثمانية. أيوه
الدار المعنفات يقدم للمرأة الموجودة في الدار دعم، ايش الدعم؟ نوع الدعم اللي يقدم؟ مكان خياطة للتطريز. ايش؟ مكان خياطة للتطريز. لا مش مكان خياطة، هذا مكان خياطة الذي قدمه برنامج حيث الإنسان. الدار ايش يقدم؟ ها؟ مكان خياطة للتطريز. لا 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 مش مكان خياطة. الآن النساء المعنفات لما يروحن هذا الدار، الدار بيقدم لهن مثلا، تقلت لك في واحدة خبيرة نفسية، في مسؤولة اجتماعية، ايش يسمى هذا الشيء؟ طيب اغير لك السؤال. اللهم صل وسلم على محمد يا عاصم. سؤالك يا عاصم، اغير لك السؤال، اين اقيم، اين المشروع؟ هذا المشروع في اي مدينة كان؟ في عدن، في عدن في كريتر. في عدن في كريتر. مبروك لك 50,000، إجابة صحيحة. يلا شكرا لك. طيب اتصال آخر. يلا مع السلامة يا صاحبنا، مع السلامة. الأخ عبد الله جالس يقول رجال لا تساعد ليش؟ بس طيب الآن نروح للقرعة ونختار الفائز الثاني معنا عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة رقم 2، وكانت الإجابة رقم 2، والسؤال كم عدد المكان التي قدمت أو لأسرة أم محمد؟ 4 مكاين الاختيار الثاني. الآن نختار الفائز الثاني وجائزته 50,000. بسم الله بسم الله، ومبروك للفائز صاحب الرقم 739-711-960. مبروك للفائز صاحب الرقم 739-711-960. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم الظاهر على الشاشة 50,000 ريال، وهو الفائز الثاني معنا عن سؤال حلقة أمس. بعد لحظات سنجري القرعة ونختار الفائز الثالث أيضا. البعض يقول أنه ربما هناك في إشكالية في الاتصال على التليفون 7111530، لكن نحاول تجاوز هذه الإشكالية. صالح مبارك جوبح، ذكرناك في البث المباشر بعد ما قد فز. طيب في اتصال. الو الو، السلام عليكم. 7 دقائق. من معنا؟ الو، ايوه من معي؟ معك سمير احمد حاطر. سمير من فين يا سمير؟ من اب. من اب، حياك يا سمير. الله يحييك. سمير ولا سفير؟ سفير. سفير. سفير فين انت؟ سفير احمد حطان. سفير. طيب سفير في اي دوله؟ باليمن. سفير من اب، من اب، من اب محافظتك. ها انت سفير، انا في اب. تمام. ايوه سفير بلقيس في اب. ايوه بس بدون مرتب. ايوه ايوه من فين في اب يا سفير؟ ها؟ منين في اب؟ من اي مدينة؟ المخادر. من المخادر. ايوه الجو في اب مختلف يا اخي ورائع. طيب يا سفير، الجو تمام، مطر نعمة الله. نعمة الله. ايوه طيب السؤال يا سفير، سؤالي لك، الدار، دار المعنفات، ايش يقدم من دعم ومساندة للنساء الموجودات في الدار؟ دعم ايش؟ الله. ها في مسؤولة نفسية، في مسؤولة قانونية، في مسؤولة اجتماعية في الدار، فيقدم الدار للنساء المعنفات دعم. والله يا شاشات قطع، ما عيناش احنا قصمنا اولها، كان في تقطع بالشاشات تكسرها. ما عينتش ولا حاجة؟ مع القصة أولها ما. طيب شو أسألك، إيش المشروع اللي قدم للدار؟ البرنامج قدم إيش من مشروع للدار؟ إيش المشروع اللي قدم؟ يا سفير، سفير، أين راح السفير؟ السفير قطع الاتصال.
الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من معي؟ علي سعيدان. علي سالم سعيدان. علي سعيدان، من فين يا علي؟ من محافظة مأرب. من محافظة مأرب، يا علي. ما هو الدعم الذي يقدمه الدار للنساء الموجودات فيه، للنساء المعنفات، ايش الدعم اللي يقدم؟ كمان المكاين وهذا والتعافي. لا. والتأهيل. تأهيل، ايوه، تأهيل. في مسؤولة نفسية، في مسؤولة اجتماعية، في مسؤولة قانونية، يسمى دعم ايش؟ دعم الدار المعنفات. ايوه ما دام في مسؤوله نفسيه فهي بتقدم دعم، مسؤوله قانونيه تقدم دعم نفسي. ايش الدعم النفسي؟ ايوه، والدعم الايش؟ دعم نفسي ودعم ودعم دعم نفسي ودعم معنوي والمسؤول القانوني ودعم معنوي. ايوه، والمسؤوله القانونيه تقدم لهم دعم. والدعم معنوي. والمسؤوله الاجتماعيه تقدم دعم. تمام. النسوي. تمام، خلاص نقسم ال 50 انا وانت نص بنص. ها؟ ال 50,000 لك، مبروك. الله يبارك فيك. ما هذه سمعتها الأولى، قلت لي ها، لما قلت لك نقسم الجائزة. يا أنا في دراسك. أنا في دالك يفدى راسك. تسلم، تحياتي لك ولكل مشاهدينا في مأرب. مبروك عليك يا علي سعيدان، 50,000 ريال. سلام. شكرا لك، مبروك لك. طيب لدينا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ نادية أحمد من عدن. نادية أحمد من عدن، طيب يا نادية، كم عدد النساء الموجودات في الدار؟ ها؟ كل عام وأنت بخير، ما سمعت، أنا آسف، كل عام وأنت بخير وعيد مبارك على الجميع، مشاهدينا في عدن وفي كل اليمن وخارج اليمن، عيد مبارك على جميع الأمة العربية الإسلامية واليمنيين تحديدا. إن شاء الله. خصوصا، طيب، كم عدد النساء الموجودات في الدار؟ هي قالت أكثر من 40 امرأة. لا شوفي، في نساء استفادت من المشروع هذا عدد. أيوه، من المشروع التنموي 40 امرأة. أيوه، وفي نساء موجودات في الدار، مش الكل استفاد من المشروع، فكم عدد النساء الموجودات في الدار؟ ما سمعت هذه المعلومة. إلا كانت موجودة هذه المعلومة. غيب لي سؤال ثاني. ها؟ غيب لي سؤال ثاني، ما سمعت هذه المعلومة. طيب احاول اساعدك انا، انت كم قلتي عدد النساء المستفيدات من المشروع، كم عددهن؟ 40 منهم. 40، عدد النساء الموجودات في الدار اكثر من 40. ايوه اكثر. اكثر من 40، يعني كم توقعي؟ بانه كانت تقول كان ينقصهم يعني مكان، انهم عددهم كان كبير احيانا يكون يمتلي الدار. يلا ما بين ال 40 وال 80، كم تتوقعي؟ اعطيني خيارات. اتوقعي ما بين 40 و80. 60. كم معدلك في الثانوية؟ 95. كم؟ 95. تشتي كم؟ 95. 95 ما تفوزيش. قيم لي سؤال لأني ما سمعت المعلومة هذه. طيب 95. لا طيب مش 60، يلا ما بين 60 و80، ها؟ 70. مبروك 50,000. شكرا. يلا مبروك. 70 امرأة عدد النساء الموجودات في الدار، هذه الإجابة. شكرا لك، مبروك لك 50,000 ريال. طيب اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو. ها أنا قلت تقول لي معدلها 75، أقول لك نقصي 5، قالت لي 95. ألو. أنا اللي معك، ما سمعت السؤال. ما سمعتش السؤال؟ أنت قلت ما سمعتش السؤال. طيب كيف؟ أنا عاد أنا ما سألتك، عاد أنا أقول لك السلام عليكم، من معي؟
وعليكم السلام. وانا قاعده احكي عن قصيدتي عشان ايش من المحافظه. ها هذا اللي يسالك اللي قبل اللي استقبلوا اتصالات الزملاء اللي بيجاوبوا على التلفونات هم اللي بيسالوك، مشان انا عادي كنت الان وصلتي الان للمسابقه. ها يعني انت ايش تخصصك؟ اتصلت. ايوه أنا تخصصي أذن في حنجرة، لا أنا تخصصي أنا المذيع الآن، أنا أنت الآن أكلمك المذيع الآن، أول كان الزملاء المنتجين. من معي؟ عرفينا عن اسمك. خلص كده. عرفينا عن اسمك، من معي؟ ألو ألو من أماني عبد الحكيم صالح سرحان. أماني سرحان من فين؟ من فين أماني؟ أماني عبد الحكيم صالح سرحان. عبد الحكيم فرحان من فين أماني؟ أماني عبد من محافظة تعز. تمام أماني عبد الحكيم فرحان من تعز. لا صالح صالح أماني عبد الحكيم صالح سرحان. أماني عبد الحكيم صالح فرحان. صالح صالح سرحان. ايوه. طيب يلا بسرعه الان بسالك السؤال بسرعه. السؤال كم عدد النساء اللي استفادن من المشروع؟ كم عددهن؟ عدد النساء والله ماني تابعت المشروع بس مش 40. كم؟ غير لي السؤال. مش 40؟ كيف عرفت انه مش 40؟ اللي استفادن من المشروع كم؟ ما اجباري بس اقول لك النفع اللي قدمه للتأهيل النفسي والاجتماعي تمام ايوه بس كم عدد النساء المستفيدات من المشروع؟ قد قلت الرقم انت قولي ثاني من الرقم. غير السؤال. ماشي اغيرش السؤال. غير السؤال. ماشي اغيروش والله ما غيره ما يحتاج. كم عدد النساء المستفيدات من المشروع؟ قلت انت الرقم قلتي قبل قليل كم؟ 40. 40 ومبروك لك 40,000. أربعين أيوه مبروك لك 40,000. أيوه لا فيش 50. خصمنا 10,000 لأنه على كل واحدة 1,000. كيف لن نعمل؟ لا مبروك لك 50,000 ريال. إجابتك صحيحة، عدد النساء المستفيدات 40 امرأة، وجائزتك 50,000 ريال يمني. مبروك لك يا أماني. يلا شكرا لك يا أماني. شكرا. لدينا اتصال. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ معك كوثر جمال نعم سعيد من عدن. ما سمعش الاسم الأول. أنا بسرعة قلتي كوثر جمال. كوثر جمال من عدن. أيوة. اهلا يا كوثر. اهلا فيك يا كوثر. ليش اليمنيين يتكلموا بسرعه؟ ليش احنا نتكلم بسرعه؟ مستعجل يندري لما ندي اسمعنا كذا بسرعه. لا 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 لا. طيب يا كوثر. ها كوثر اسالك بسالك السؤال هذا اللي هو بتعرفيهن كلهن سهلت. ما هو المشروع المقدم للدار؟ المشروع انه قدموا 15 مكينة. ايوه هذا عدد المكاين. 3 مكاين حياكة. يا سلام قد جاوبت السؤال وسؤال الواتساب زدتي. لا سؤالي الثاني ايش المشروع؟ ايش طبيعة المشروع؟ مشغل خياطة وحياكة. يا سلام عليك مشغل خياطة وحياكة نسيج. مبروك 50,000. مبروك 50,000. يلا شكرا جزاكم الله خير. يلا شكرا. يلا طيب نحن عملنا القرعة اخترنا الفائز الثالث. لا طيب في اتصال. ألو أيوة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ يوسف محمد سماعيل. يوسف محمد سماعيل من فين يا يوسف؟ يوسف يا يوسف. أيوة. من فين يا يوسف؟ من فين تتصل؟ من أب. حياك يا يوسف. يا يوسف أيوة.
يا يوسف يا اخي في واحد الان الاخ عبد الواحد الحداد في الفيسبوك يقول يا سامي ليش ما ترد الا على الصوت الناعم؟ اذا انا ارد على يوسف الان. هو يوسف ان شارك النسوان في البرنامج قالوا ليش ما شاركوش رجال، وان شاركوا رجال قالوا ما شاركش النسوان، وان اتصلوا اصحاب اب قال لك ليش ما شاركوش اصحاب عدن. ارضاء الناس غايه لا تدرك. المهم يا يوسف السؤال، يا يوسف سؤالي لك، بسألك سؤال سريع. أنت تابعت القصة يوسف؟ أيوة تابعت. تابعتك. كم عدد النساء الموجودات في الدار، دار المعنفات؟ 70. وإجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000. الله يبارك فيك. سلام سلام. شكرا لك، تحياتي لك أحمد عبد الخالق. ها طيب نروح للقرعة واختار الفائز الثالث. الأخ محمد عبد الرب الناصر يقول لو يستمر هذا البرنامج في العيد، مش عارف يعني ربما أنه آخر حلقة غدا، وستكون حلقة مميزة فيها قصة مميزة. تابعونا غدا 9:05. الآن اختار الفائز الثالث عن سؤال أمس، ومبروك لصاحب الرقم. مبروك للفائز صاحب الرقم 777-644-959. مبروك للفائز صاحب الرقم 777-644-959. مبروك لك 50,000. طيب نذكر بشكل سريع بالثلاث الأرقام الفائزة معنا، تظهر على الشاشة الآن. مبروك للأرقام 7-7-1-6-8-5-8-8-8 والرقم 7-3-9-7-1-1-9-6-0 و777-644-959. مبروك إذن للفائزين الثلاثة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. لدينا آخر اتصال الآن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ نعمة محمد. نعمة محمد من فين يا نعمة؟ من عدن. من عدن يا نعمة. الكهرباء طبعا عندنا طافية. وكيف عاملين الكهرباء طافية؟ لحقت نص الفيلم. طيب ما فيش معكم؟ نجي على سؤال حلو من الإذاعة الآن. أني أتابعك. تابعت البداية؟ لا الوسط. الوسط تابعتي يعني الكهرباء. أيوة. طفيات بعدين ولعت في الوسط وبعدين طفيات صح؟ لا طافية كل الوقت. وكيف تابعتي الوسط؟ تابعتك من الراديو عبر الجوال أتابعك. يا سلام عليك يا نعمة. طيب. الله يحفظك. طيب القصة اليوم كانت من فين؟ من أي محافظة؟ من عدن. من أي مدينة في عدن؟ من أي مديرية؟ المركز موجود فين؟ والله إيش المركز؟ دار المعنفات. دار المعنفات أيوة، بس يمكن بمدينة الشعب. نعم يا عيسى من فين؟ كريتر. كريتر. أنا قلت كريتر؟ ها لا. من اللي قال كريتر؟ أنا عارفة كم مكان الخياطة. كم عددهم؟ كريتر 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 صح، إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. الحمد لله. يلا مبروك لك، مبروك 50,000. الله يحفظك. تسلم. شكرا لك. طيب انتهت المسابقة الآن بسؤال اليوم، والسؤال جاوبته المتسابقات اللي كان معنا وطرحناه مرتين، وليكم السؤال. السؤال على الشاشة، كم عدد مكاين حياكة النسيج في المشروع والذي قدمها برنامج مشروع الإنسان؟ 3 مكاين، 4 مكاين، 5 مكاين. فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة. قدم البرنامج 15 مكينة خياطة، لكن مكاين حياكة النسيج هن حجمهن كبير فما كانش في مكان، فقدمنا يمكن يا 3 يا 4 يا 5.
نلقاكم غدا وحلقة جديدة وتتعرفوا على ثلاثة الفائزين، وتابعونا غدا في آخر حلقة من حيث الإنسان، ستكون حلقة مميزة. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.